لأنه الجندويت هم حيكونوا أهل العدالة، ولا الجندويت هيجيبوا مين بتاعت القوات العمومية بيقولوها؟ هيجيبوا حلفائهم من الكونغرس الأمريكي ومن الـ FBI والـ CIA عشان يجوا يقول لكم كان ما كان وما كنا وما كنا، وبطاقاتكم دي انت عندك بطاقة صفراء وما عندك أرضية أصلا، كنت انت من زمان ولدوك وين مولود سنة كم وين محلك، هل أنه عندكم أوراق من الزمن الإنجليز بتثبت أنك انت عندك حقورة؟ لا ما عندك، انت دارفوري ولك الحق أنك تود في منطقة الفلانية. أقسم بالله هيجي الكلام ده، هيجي الكلام ده يوم من الأيام وهتبكوا بدموعكم قسما وعظما، وندفع ثمن غالي إذا دايرين السلام ودايرين نتعافى البيعة في الإنسان القاعد في الماسكر، ولا حامد ياغوب ولا عمر ولا صالح، البيع فيك الإنسان اللي دخلته في الزرايب ليوم من اللي تمام أدي حريته عشان يعبر عن رأيه، هل ممكن يعفيك ولا هل ممكن يطالبك حقه؟ ده الإنسان القاعد في الماسكر ده، ما الإنسان الراكب في التاتشر دفع رباعي راكب لك عربية قيمة 150 أو 60 ألف دولار، عربية واحدة بتأكل 10 معسكرات، شايل الدوشكة، شايل الدوشكة عشان مون انت شايل الدوشكة والرباعي 4 مواسير بكم؟ قيمته كم؟ قيمة الرباعي ده بكم؟ 100 ألف دولار المدفع الواحد، لافة في المعسكرات مخوف الناس مقطع قلوبهم، والناس مو ما لاقينا في دارفور داخل يجيب سلام انت سلاح بلمون، ما انتم مع حركات المسلحة صحن واحد، ما في طورورة قلتوا ما في موت ما في دب، السلاح في شنو خايف يمون انت شاي السلاح بتهدد في منه؟ هتجيب سلام ما هتجيب سلام؟ هوي اسمع الكلام ده كويس ناس المعسكرات، والله 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 سلاسة الدنيا رمضان تسلموا دقنكم دي للكلام القاعد يحصل ده، والله لو ما جيتوا سفيتوا التراب الليل عني، لو ما جيتوا سفيتوا التراب والله الله ينعني 7 مرات، امشي جيبوا الوثيقة هسي ده، جيبوا الوثيقة بتاع الجبهة خطوها، طلوا الوثائق كلكم حركات المسلحة، طلوا الوثائق بتاع الجبهة طلوها في صفحاتكم الرئيسية، أقوى ناس شجعان خطوها في الصفحات للشعب السوداني، يا جماعة هوي أيدينا مبادئ حقتنا وده الاتفاق، أنت شغلكم ده شنو بتدبدوا فوق ده؟ دستور قال لك يقول لهم ولا الاتفاقية دايرين تجيبوها مش للشعب السوداني، خطوها لنا في الترابيزة برا. مين اللي بيقول المفاوضات لحد هسي ما في اتفاق تم فيه إلا لتسليم الجنان للعدالة الدولية؟ طيب ال 80% حق شنو؟ باشمهندس منصور عور الرباب نكر قال ما في أي حاجة. 80% اللي بيقولوا دي بيسمعوها هناك، لكن الشركاء الحقيقيين ذاته بيقول والله يا اخي نحن ما اتفقنا لحد هسه غير في بند واحد بس. ما في حاجه بقول لا، ما في شوف ما في حاجه بقول لا، النقب النيليه شوف ده تفكير خاطئ بالمناسبه يا بدر الدين عبد الله يحيى، شوف الكلام ده خطا، نحن اللي اخطانا، أبناء دارفور وأبناء كردفان أبناء العبادة الجماعية نحن مخطئين، بنحمل المسؤولية للناس وبنقول النقبة النيلية، نحن ماذا قدمنا لأنفسنا؟ أول حاجة ماذا قدمنا؟ الأرزقية كلهم 3/4 من أبناء دارفور، الأرزقية كلهم من 3/4 من أبناء دارفور، أمشي شوف الناس اللي وقعت السلام وبيبكوا بيبكوا في الوزارات كده، والصورة قايمة ناس بقردة ديلة بقردة علاقته بالجعلين شنو؟ يعني سيس علاقته بالجعلين شو؟ شوف في كم واحد ردي زيهم كده، كم في كم زول قاعد من في الاحزاب السياسيه كبر رايك فيه شنو انت؟ الناس اللي بتكتل في يعني ارتدي اللي بيكتلوا في اسم ده بيقول لها شنو؟ الله يديني اسمه محل اسم ده المناظر الفاضل اللي اسمه شنو؟ شنقلي طوبايا ليه؟ ناس المحلية دي كلهم شنو؟ ما كلهم من ناس كبر؟ كبر علاقته بالجعلين شنو؟ ما عنده علاقة. طيب موسى هلال علاقته بالجعلين شنو؟ ما عنده علاقة. حميدتي علاقته بالجعلين شنو؟ ما عنده علاقة. حامد يعقوب علاقته بالجعلين ما عنده. شوف ما تود نشيلوا الحبل ونرموه في الناس، ماذا نحن قدمنا لإقليمنا؟
ما احترموا الشغل في النخب نيدي النخب نيدي النخب نيدي. الكلام ده ما انتهى، الكلام ده احنا ما عرفناه. نحن عملنا شنو؟ شلنا سلاح، عندنا قواعد، عندنا جيش، عندنا قوه، عندنا مغتربين، عندنا ناس لاجئين. ماذا احنا قدمنا يا اخي؟ يا اخي نقعد كل وقت نغب 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 نيلي لميتين. طيب انت ما دار تمرق من العبوديه دي؟ دار تمرق منها، دار تمرق منها، شيل طريقك. الحركات المسلحه ترجع 10 خطوات للخلف، توقف المفاوضات بتاعتك فورا، ترجع طوالي تقعد مع مواطنيها كويس، وناس المعسكرات تشتغل شغلها، جهزوا نفسكم، امنوا لجانكم، الناس تجهز نفسها، دارفور كلها، تعالوا كلكم قنوا حمتي دار السلام. قال هاي تعالينا في العرض، تعال تشكلوا اللجان، امشوا شوفوا الناس دي، شوفوا في المعسكرات، شوفوهم هم احصوهم، الناس دي ما عندهم احصائيات موجوده، جيبوهم حلوا لهم مشاكل، جيبوا السلام من الداخل. انتم بتتفاوضوا في جبل شو؟ منو ما داير الكلام ده؟ صادق المهدي بتاع شنو؟ صادق المهدي السودان حق ابوه ولا حقه هو؟ يا جماعة انتوا ده كلام ما بيجي اصلا ولا منطق ذاته. انت تقنيني به؟ انت ليه انت عندك اجندة ماسكين عليك حاجة؟ انت كحركة مسلحة في زول ماسك عليك حاجة كده لاويك انه كده والله يا تشرب يا نكسر قرنك؟ ما في اجوا كده، ما في ده. انت تقعد تدهنس تمرق بوت يدك برا، ما في حاجة. يقول لها جبهة سورية، جبهة سورية دي هما إله ولا مصحف منزل. ما تخنوا الناس بالوهم ساكن. جبهة سورية ما جبهة يشوف جبهة سورية بتجيب لك حقك مرحب بيه، ما بتجيب حقك كلام واضح. من أرقم منها وده جي طلع قبل كده وزارة المعسكرات دي كلها وقال كلام واضح جدا، كلام واضح. مش في الجبهة السورية قال كلام واضح جدا، قال أنه الكلام اللي بيسويه ده ما بجيب لنا سلام، ده كله تعطيل وقت. حمر دنجر قال امشي يشوف أهله ويشوف أحبابه في المعسكرات، يبقى الناس كلها تمشي تشوف احبابها وتشوف اصحابها في المعسكرات وتشتغل شغل من الارض زي ما شقانوا مني اركم الناوي ده. مفاوضات جبهه توقفوها، تقعدوا في جوا المعسكرات دي بناسكم بكلكم، خطوا يديكم هناك وتتوحدوا تبقوا كتله واحده. فهمتوا كلامي ده ولا فهمتوا؟ دام السري داير يبقى معاكم مرحب بيه وما في مشكله. تعال انت مش قتلت هاي هسي دار تصلح هاي، تعال عندك كم مليار انت، تعال ابني تعال ادي الناس دي قروش، تعال ادي الناس دي نعمل لهم مستشفيات، تعال نتمرقهم من الهواء اللي هم فيه ده، نمرقهم يشموا هواء الاطفال ليل النساء، نجيب لهم اكل ياكلوا دنيا رمضان. ده الكلام اللي بودي الناس اللي قدامه. لكن ما ممكن احنا نقعد نتكون في جبهه وتسوق لهم ناس كلها بس من اتجاه معين يقول لك ديل بيمثلوا المعسكرات، والناس معسكرات تيجي تلقاها بيقول لك والله يا اخي احنا الناس المشي ديل ما بيمثلونا، ديل الناس منهم؟ يقول لك والله احنا ما اعرف انهم هسه. كان كلام ده كذب اطلع اقول المعسكرات صوتوا انتوا اللي جوبوا ولا ما اللي جوبوا؟ المعسكرات دي 99% حتقول لك احنا جوبوا ما بتمثلنا. طيب اللي قاعدين هناك دي في جوبا دي بيمثلوا منا؟ انا داير اعرف اذا كان المعسكرات الناس اللي قاعدين في المعسكرات الناس اللي بتتسارع هناك دي بتتسارع في حق منو؟ انتوا في حق منو انتوا بتتسارعوا؟ انتوا بتتسارعوا في حق منو؟ انتم اذا كان المعسكرات ما مقتنعين بموضوع جوبا انتم بتتصارعوا في حق منو؟ تعالوا ورونا في حق منو انتم بتتصارعوا؟ في شيل السلاح ولا في شنو يعني؟ انا ما اعرف. الناس لازم توضح الحته دي كويس. فيا جماعه شوف اسمع الكلام ده كويس، كورونا دي قربت تنتهي بالمناسبه، وكورونا دي لو انتهت السودان ده بيكتب تاريخ جديد، اقسم بالله العظيم السودان ده بيكتب تاريخ جديد كب. واي زول خليه بين راسه هسه قبل كورونا دي ما تنتهي في ال 22 يوم الجايات دي، دايرين تعملوا حاجه اعملوها لناس الماسكرات، ودايرين نشوف بعيننا دي. شفتها يا حكومه المدنيه الرجلك الناقصه دي، عارفينها ما في يدك حاجه، شغل كله في يد الاساتذه، لكن امشي سوي حاجتك قدام هنا. وما داري زول قاعد في الخرطوم، ما تقعد في الخرطوم قول تعمل لنا قرار، الخرطوم ما فيها مشاكل، المشاكل في دارفور. كلكم تمشوا هناك حمدوك ذاته يمشي يسكنوا في الجنينه ولا في زالينجو ولا في نيرتيتي ولا في نيالدي ولا في الفاجر، يقعد شهر كامل دايرينك هناك
انت مش رئيس جمهوريه السودان الان، بتاع الحكومه المدنيه امشي ودينا هناك، يلا اتحرك. خرطوم فيها شنو؟ انت شنو مكنكشين في العاصمه دي كده وقاعدين والناس بتموت؟ امشي شوف الناس دي هناك. ما قادر قدم استقالتك يا فرده، ما عندها اثنين ثلاثه اصلا شغلنا غلبه، قدم استقالتك اصلا. انت ما ملام كحمدوك ما لاي منك، لانه الفتره دي فتره السنه ونص ما مسؤول منها انت، مسؤول منها المجلس العسكري. القدرتك انت تسويها، نحن معاك. انا عارف انه الفتره دي ما حقتك انت، في قدرتك انت اللي تقدر تسويها سويها، البغلبه ما في مشكله، انت ما محاسب عليه. الوقت تقدر عليه انت ما محاسب عليه. محاسب عليه منو؟ القوس النيف برهان، ها؟ القائد الاعلى للقوات الميليشيات اما تسمى بالجيش السوداني الا من رحم الله. فهمت؟ الرتب دي بالمناسبه از بلايد ساجد خاطنا بس بتاع النينيه بتاع الكوكوب طقه عفرت، والله العظيم ما بتاع وطنيه يا زول، بتاع طقه بس عشان يطبوا، بس عشان يكون عنده حراسه، تكون عندك كم مين كده مجككين جنبك يا فرده، يبقوا لك الشارع، يبقوا لك هنا، يبقوا لك هنا، يشوف الصان ده كيف بدأ بمشيك ولا هو مشيك. ما في حاجة تانية، عشان كده مكتفين الكيزان، مكتفين السودان كده. والشعب السوداني بقي زي قشرة الليمونة، زي قطعة الليمونة، بعد ما مصروا وكملوا مويتها بدل يخطها ساكت، لا دخلها في المويه وبيمصر فيها لسه والله لو شروها كده ونشفت، يعني لما تجي دار تشوفها كده بتتكسر لك على 70 مرة. ليه؟ لأنه خلاص ما عندها حاجة. ده الشعب السوداني حسي فوق الراحل ناو. والكلام ده جبتوا انتوا، ما جابوا اي زول تاني. قال حمودة حيوان لا يقدر الشعب. والله شوف حمدوك في وقت الراحل احنا من اللوم عديل كده، ده ما تغطي له لأن الفترة ما حقته. احنا قلت لك الله قال ان حكمته بين الناس فاحكموا بالعدل. عندهم حاجة خليه يسووهم لنا، السنة ونص دي حقت العساكر ديل، الجنجويد ديل سنة ونص حقتهم، نحن السنة ونص دي أي حاجة نحملها العسكري لحميدتي الآن ولبرهان ديل المسؤولين في الفترة الانتقالية وشعوبة الاستخبارات العسكرية. اسمع الكلام ده كويس، كلهم ماسكين أمرهم ماسكين العساكر، ما نجي نقول والله ناس المدينة، ناس المدينة رجلهم واحدة، بيع فنهم ده اللي بيقدروا عليه خليه يسووه. شفتوا؟ لكن اقسم بالله تتكوموا كده كورونا دي تنتهي وحياة دين وايمان، ما تلقوا ولا زول في الشارع ده، ها يجيف معكم ما تلقوا، والله تنفضوا. شفتوا؟ تنفضوا وتبقوا تاريخ، كلكم تمشوا بوزارة التاريخ بأي زول، كلكم تمشوا. برهان يمشي، كل العفن يمشي. شعب السودان ما في زول بيجي بخط يده معه بالرجالة كده، ده ما في والله. ويجي وقت الانتفاضة لازم تجي انتفاضة كاملة، الناس كلها تتنظف، اما الشارع ده ينظف، تمشي تسوي لنا حاجه ملموسه نحن نعرفها. لحد يوم الليله دارفور، لحد يوم الليله الكوارث ما تحلت، لحد هسه ما عارف جهزنا طياره وقال نجيب طيارتين يا اخي ده طياره ودي معامل هناك، طياره بتاع شنو؟ المعمل بكم يعني؟ المعمل بكم يعني المعمل؟ يعني هسه معمل كامل كده زي بتاع الاستاد ده عشان يجي بس يحطوه في نيالة او في الجنينه او في زارقة او في الفاشر، يحطوه في النص، حطوه بس في الجنينه دي في النص يقعد، او يقعد في النيالة دي مركز كامل كده بتاع الاستاد. وليه اي ولايه يكون فيها مركز؟ بكم يعني؟ ب 100 مليون دولار؟ طيب 100 مليون دولار ما يشيلها من قروش اسمنا؟ من قروش جاري اسمه محمد طه؟ ما قروش راندا، بنوك دي كلها مليانه قروش يعني. قروش صلاح ادريس دي ما قالها، دي ما كله مال الشعب السوداني. ابناء النفيدي دي ما قروش بتاع الشعب السوداني، ناس ابرسي غاز دي ما قروش بتاع الشعب السوداني. شنو ده؟ انت تمشوا بعيد بتلفوا وتدفوا وتدوروا وتلفوا وتدوروا، في كم انتم بتلفوا وتدوروا؟ ما تلفوا وتدوروا، ودوا لنا حاجه ملموسه، خدتوا لنا معمل كامل هناك بدل كل يوم بالطيارة ماشية وجاية تودوا المعمل. والله نحن شلنا العينات والعينات مشت وما جات. شوف ده كله كلام فاضي، كلام فاضي. اسمع الكلام ده كويس،
لا نبقى للإهانة. والناس الحسي حاليا بتتربط ها وبتتماسك، اتربطوا اتماسكوا، لكن امسكوا قضيتكم كلكم كشعبي. قوة الحامش العريض، لما تمسك قوة الحامش العريض دي ما تجي تقول والله نحن قرب السودان او ابناء دارفور او ابناء جنوب كردفان. نحن دارين شنو يا جماعة؟ دارين السودان. يبقى السودان ده من حلفة لحد ادرع كل الحامش لازم يخط يدينه مع بعض، وكلنا ناكل خبزة واحدة ما في مشكلة، بس ما تقسم السودان. لكن لما يكون في توجه بس تقول والله نحن دارين نحكم كقوة الحامش ها، والجاعلين والشايجين ديل الشوايق ديل ما دارينهم معانا، ما كل الجاعلية والشوايق كلهم حرامية. أنا ما قاعد أدافع لذول ولا عندي معه شغلة، لكن لا هم برضو عندهم ناس مظاريب، معناته نحن لو جينا نفسي معناته بنلقى أتعب منهم هم ذاته. ليه؟ لأنه يكون في يدنا في قلبنا يكون في قبينا، وأولادهم ذاتهم ما يقبلوا الكلام ده، قاعدين معنا في الجروبات وقدموا ما فيه الكفاية من النساء ومن الرجال. الليلة أمشي الجنينة دي بس بتلقى من الجعليات ومن الشايقيات من أوين الدناغلة، الواحد يوم واحد ما شاف الدارفور ده بتكون ماسكة لها 6-7 عسرة الليلة، ولهم التحية والاحترام بدون ذكران أي اسم أي زول. نحن عملنا شنو؟ ما عملنا أي حاجة، قاعدين بس نكذب وقاعدين في اللايفات دي وبننفخ في القربة شنو مقدودة، وبتفتل في الحبل بهنا وفي زول تحت هناك بفرتق لك يقول لك ده ما معانا وده كان شقال وده ما بينفع معانا ونحن الحركه الفلانيه وكده. انت فهمت؟ والعدو مستفيد. ولا واحد يجي يقول لك والله الجلابه دي قتلونا، هاي والله هاي والله ما ينفع معانا، والله النيلين دي ما ينفع معانا، هاي لا لا ما النيلين زول. اقعد تشوف الزول شيف يا مخابرات في الدول دي دمرت جمهوريه السودان، اجاب النخب دي منه؟ جابتهم جهه معينه، قلت لك تعال شوف الجهة دي بعد ذلك انت عمل لك علاقة مع دولة تانية قوية عشان تقدر تدمر المخابرات الزمان اللي انت كنت فيها. ده الكلام اللي انا بقول لك، لكن انت الكلام ده ما هتقدر تستوعبه بسهولة، بالمناسبة ما هتقدر تستوعبه بسهولة، هيجي يسوقوك والدوارة ماشية ساقيت جهة من البحر للبحر، عدلوا شقار كده بس بشيل من البحر برمي البحر، وبشيل من الساقية ذاتها برمي فيها، وفي نفس النافورة ذاتها الموية بتجي بتطلع وبتكب، وانت هنا فرحان وبقنوا لك. يعني ما في فرق بينك انت هسي حاليا بين السم الهسي بتبسو ده بتاع جوبا ما جوبا ده مينكم انتو، وبين الاغاني بتاعت المؤتمر الوطني ما في فرق، ما في فرق. انتو شادين حلة لها 7 شهور، حلة شنو انتو شادينها في جوبا دي؟ حلة بتاعت بمبي، حلة بتاعت حلو مر، حلة بتاعتكم دي بتاعت حنضل، حلة بتاعت ما هي شنية اصلا انتو بتمسخوا في شنو؟ والله لو شادين في حاجات واحدة دي ناس ما عارفينها، لو شادين حلة بتاعت كردالة كان مسختوها، ولو شادين حلة بتاعت ترمس كان نزلتوها. الترمس ده بيشدوه 5 مرات، فهمت؟ بدفقوا مويته باللي يومين، وبعد ده بيشدوه 5 مرات وبالملح بدفقوه لسه تاكله بالمرة، يقول لك والله الترمس ده أصلا مرارته ما بتطلع. انتوا شادين حلة بتاعت حنظل يا فرق، والحنظل ده زي زول الداير له بتيخ وما عارف البتيخ الدواق ده مش بجيب له توك توك ولا أي حاجة، كويس جاب له حنظل، جبتوا يا الحمد لله وشديتوه في النار، كل ما يغلي يغلي تذوقوا كده تقول والله لا لا دفق المويه دي زيدوا مويه ثانيه مرارته بتزيد، ما مرارته ما بتنتهي يا فرده. ده نفس القصه، جعتوه شايل المره ولقيته شايل الحنظله، فإلقى جبر ما بتجيب سلام بسهوله. اذا كنا دايرين نجيب سلام، السلام لازم يكون برا في الترابيزه، الشعب السوداني كله يعرف الاتفاقيات الجاريه، من هي الاتفاقيات وهي شنو ذاته اصلا؟ خطوه لنا برا في تكنولوجيا يا زول، احنا العالم متطور، دارين دولة ديمقراطية ما دارين دولة دغماسية، دارين دولة شفتها مفتوحة لكل شعب سوداني. الدستور ده نعرفه كده، نعرف الاتفاقيات 1 2 3 4 5 6 7، لما نعرفها انت اتفاقياتك دي خطيتها لنا برا، والشعب السوداني دي يقراها في الصفحة حقت الحركة بتاعتك او في الصفحة بتاعت الحزب حقك ها، والحزب الثاني يرفض، نجي نقول والله الشعب السوداني يعيد حركة جيش تحرير السودان جناح فلان الفلاني، أو نعيد الحركات المسلحة بالجبهة السورية ها، ونوافق على الكلام ده ونطلع مليونيات ندفق لك العفن دي شفتها، ونقول والله انتوا شعبنا وانتوا القادة بتاعت الشعب السوداني، تعالوا امسكوا الفترة الانتقالية 6 سنوات لحد ما الحكومة دي لحد ما الشعب السوداني يمشي برجلينه. لكن انت ذاتك بتمشي تعمل اتفاقيه تحت تحت، والله اتفقنا وان شاء الله 70% و80% قريبا ان شاء الله ساب السوداني سوف نعمل لكم جسر وان شاء الله زي شغل نميري زمان بغش احنا في الغرب مشى لهم لناس وادي كده، فهمت؟
ناس وادي كجا ديال قال ان شاء الله نبني لكم كبري في وادي كجا وادي بشي. قال عندما طلعوا قال وادي بشيلي وادي بشيلي يعني الوادي بشيل الكبري. قال لي الوادي ده بشيل الكبري اللي بتبنيه ده. بعد كل قال والله ها قال والله نعمل له سدا منيعا فهمت. وادي كجا اليوم اللي نمري ما عمل فيه كبري رايك شو انت لحد ما مات ولما مات ذاته نمري ما لقى ما حد يدفنوه ودوا مقابر احمد الشرفي اسرتنا الشرفي دي بتاعت المقابر قاموا فوق قالوا لا ده ما من الاسره ما ممكن تجيبوا تدفنوه لما جابوا الجسم انت. قالوا والله ما في طريقه لا لا هنا ده لا هنا كويس لا لا هنا ما بيستاهلوا نمري لا لا والله ما يعني هو كان ما عنده بيت والخبر ذاته نمري الله كده دي قال شفت في حافه الزلط قرب المقابر كده مع الزلط نمري اللي قالوا حاجه كده قدروا كده بس كك طواله. قال يا فرده معلش يا اخي الزول اللي جابوا جوا هنا ما في داعي انتوا يعني تنفضوا برا ادوا له محل بس ادوا برش. قال له والله يا اخي معلش يا اخي الدنيا مطر لكن خش في الراكوبه دي اربط رقدوا حاجه صغيره كده مع الزلط يوميا نمري ده المواصلات بس بتعمل له ازاي بس في قبره ده هو صاحي اقسم بالله من المواصلات ساكت يوم القيامه بيقوم راسه لافي لكن طبعا دي ما في يعني دي حكمه من الله سبحانه وتعالى. الانسان لما يموت اذا كان هو يعني انسان كويس بيعيش في جنه واذا انسان سيء بيعيش في النار لكن لو كان بس الانسان ده بيمشي هناك وبيسمع الضوضه دي والله اني ميري ده شفته ده كله ذاته شنو القبر حقه جنب محل المواصلات ده بكل به نفس بيوت الاشباح لانه 24 ساعه دفاره اندرمان دي فيه بام زي ده فهمت كويس. فدي حاجات انت ما تنساها دي ما دراما لكن دي الحقيقه يعني ما تلقى محل فانت ما تنسى الكلام ده والله. قاعدين نشوف يعني جعفر محمد نمير الله يرحمه رئيس السودان السابق الزول الجبل حزب الشويعي ها دوله ديمقراطيه شويعيه فصل الدين عن الدوله بعد شويه الشويعيه قاموا باعوا الشغله باعوا الشغله مع الحزب العربي البعث العربي الاشتراكي باعوا الشغله اللي اسمه ده للاسلاميين ده اللي جابوا الاسلاميين بالمناسبه حزب الشويعي الحسي قاعد مع العم يوسف باشمهندس اللي بتفتف في التلفزيون ده ده هم نفس الناس ذاتهم جابوا حزب جابوا المؤتمر الوطني وجابوا السلاله بتاعت المؤتمر الوطني اجداد المؤتمر الوطني ناس صادق المهدي وبتاع وخلاص الناس دي ما قلت لك علميا كده هم كلهم جربوا الشغله انت فاهم القصه دي هم كلهم جربوا الشغله. اذا كان قلنا الشعب السوداني تجربه بتاعت نفايات احنا جربنا النفايات النوويه في الشماليه واحد نفايات النوويه بتاع السد نفايات النوويه بتاع سد النهضه نفايات النوويه الاساكر حكمونا 3 مرات نفايات النوويه الاحزاب حكمتنا 4 مرات يبقى احنا ده كله دارين نمرق منه يا خفر يا فرد انت فهمت الكلام ده يا مين وقعدك ولا لسه دارين نمرق من الكلام ده. وفي ناس يقول يا زول ما في دوله بدون احزاب يا زول احنا دارين قانون احنا ما دارين اصنام ولا دارين خرافات ولا دارين قبب دارين دوله دارين قانون ودستور يبقى ده الكلام اللي المفروض تفهمه. الدوله يا جماعه الدوله ما حزب الدوله دستور وقانون انت فهمت دي الدوله بتتبني كده كويس. دارين حريه حريه الاديان زي الدول اللي احنا قاعدين فيها دي بنتكلم زي ما احنا دايرين ما بالعنصريه دارين دوله تشيلنا كلنا المدين والما مدين ولا قبليه ولا جهويه. احنا شعب السودان رايحين بالمناسبه هسي حاليا تعال جيب اي زور نحن لحد يوم الليله ما عارفين نفسنا ماشيين وين نحن لحد يوم الليله ما بنقتني بافريقيتنا فهمت الكلام ده انت ولا مقتنعين بعروبتنا واحنا اصلا معهم ما هل ملصقيننا هناك ذاك وملصقيننا للصد ما شغالين عبيد للدول العربيه وجامعه الدول العربيه احنا ما احنا هنملك. لكن اخواننا من جنوب السودان بعد ما انفصلوا مشوا تبعوا عمله جامعه الدول العربيه دايرين نشوف 2020 دي لما الكورونا تمشي الناس اللي عندهم مؤتمر دار شيف سلفاكر ده يمشي بيقعد كيف هل هيودي له مسيد ثاني تمثال جديد بدل في جامعه الدول العربيه يجيب له عربي يقعده ولا بيجي رابس حاجه بيضة كده وبيقعد وسط العرب دين ولا هيستقبله كيف انا ما اعرف في جامعه الدول العربيه. يعني سلفاكر بيردد فصل الدوله من الدوله الام وكان قال ما دار الاسلام ومش انتبع لشنو جامعه الدول العربيه. طيب هل انه هو مسلم؟ لا ما مسلم. ليه تبع لجامعه الدول العربيه؟ لشنو؟ والغايه شنو اصلا تبع لجامعه الدول العربيه؟ ليه تبع لجامعه الدول العربيه مثلا؟ عشان المويه تمشي اسرائيل. بوم
انت فاهم القصه دي يا فرده؟ جمعه مباركه يا موسى، فهمت القصه دي؟ فهمتها؟ ففي ناس بتدفع الثمن في الكلام ده، في ناس بتدفع الثمن وانت ما قادر تفهم الكلام ده، ما قادر تفهمه. واليوم ليوم بكره بقول لك ما حتفهمه بسهوله. ليه؟ لانه ما قادر يقول لك والله يا اخي الغاز ما جابوه وجابوا الدقيق وسرقوا الحاجات الفلانيه وحاجة فاطمه ما جابوا لها الكمشه. انت فهمت القصه دي؟ القصه دي ما عندنا احنا يا فرد، ما عندنا. هنا عندنا دراب، اي زول يجي هنا ينفلق ويمشي، ما عندنا معك اي شغل. والبلم انا معك التاريخ بس، زمن يمشي ويقصر تيجي تلقى الكلام اللي من خاف منه ذاك بيجي بيلقى في محله. ليه؟ لان الدراسات دي ما قاعدين نجيبها من عندنا احنا، بنجيبها من ناس خبراء عندهم خبره سياسيه بحته جدا، لهم التحيه والاحترام. علمونا وقاعدين نشيل منهم وبنتنور منهم، بنجي بنديك لها من جوه جك عشان انت تفهم الكلام ده. في كلام بنديك له كده يعني اغبش، فانت تمشي تصرف في الشارع. ابقوا طيبين، تحياتنا لكم كثير، يوم سعيد، يوم طيب ومبارك، وربنا ان شاء الله يتمانى في وطن واسع وشاسع كده. والناس الموجودين في جوبا طلعوا اوراقكم خطوها للشعب السوداني في الشارع عشان نحن نعرف انه هناك انتوا ظلموكم قدر شنو، ما عدوكم حق الناس بتاع المساكين ديل، عشان الشارع طالع قريب عشان نجي نقيف معاكم عشان ما تتدفوا، عملوا حسابكم. لانه المره دي احنا دايرين، قلت لكم الدنيا عيد، لما نقوم دايرين نغسل البيت وهنغسل الفرشات والحاجات دي، فانتوا ما تكونوا من الحاجات اللي دايرين يغيروها. انت فهمت القصه دي؟ انت يعني ما تكون انت من الحاجات اللي دايرين يغيروها، ما في حاجات كثيره دايرين نغيرها، من دفيقه بره هنجيب حاجات جديده للعيد، فدارين دوله جديده، فانت ما تكون في النفايات، خليك جوا في البيت. افهم الكلمه دي كويس يعني؟ ما انا ما اخذها يعني. تحياتنا لكم كثير قروه.